بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس الدولة منذ انضمامه عام 46 للسلطة القضائية كان عند حسن الظن به، قدم الدليل القاطع والبرهان الساطع على أنه أقوى من الظلم وأشد من البطش وأعتى من الطغيان، ولم تفرق لغة أحكامه منذ بداية عهده حتى الآن بين المالك أو المملوك، أو الأبيض والأسود، أو الغني والفقير، أو القوي والضعيف، ولم يمالي المواطن على حساب الدولة، ولم يجامل الدولة على حساب المواطن، فهم بحق قضاة الحريات والمشروعية. أما النيابة الإدارية فهي الهيئة القضائية القوامة على إصلاح أداة الحكم، ممثلة في الجهاز الإداري للدولة، لا تقوم فقط بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من العاملين بالجهات الإدارية وتحديد المسؤوليات بشأنها، وإنما تكشف أوجه القصور والخلل والعوار الذي أدى إلى حدوث تلك المخالفات ومقترحاتها لعلاج ذلك. ومن هذا المنطق فأن النيابة الإدارية قامت بدورها على أكمل وجه، ولم تقصر في أداء رسالتها القضائية، وقالت كلمة الحق. العبارة الأخيرة دي لمجلس الدولة والنيابة الإدارية، قال كلمة الحق في وجه السلطان الجائر ودافع عن المال العام وحقوق المواطنين منذ إنشائهما حتى الآن. للأسف اشتعلت في الأسابيع الماضية معارك إعلامية فيما بين نادي مضاف مجلس الدولة ونادي مستشاري النيابة الإدارية حول النص الدستوري المقترح من لجنة نظام الحكم، والذي ينص على القضاء التأديبي جهة قضائية مستقلة يختص بالفصل في الدعاوى التأديبية، والنيابة الإدارية جزءا منه تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية ومباشرة وتحريق الدعوى التأديبية. فيتو تشرف أن تجري مناظرة بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية حول النزاع على تبعية القضاء التأديبي بين المستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة والقاضي بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار محمد إسماعيل نافع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية. في البداية هندي كلمة لعمرو بيه جمعة يقول كلمة يعني في حدود دقيقتين أو ثلاث دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيد أكون موجود هنا معكم في فيتو. مسألة ببساطة بدأت لما في رأيي أنا في نظري أنا يعني بدايتها ترجع إلى بداية صدور الإعلان الدستوري تشكيل لجنة الخمسين. والحقيقة لجنة الخمسين تشكيلها حسب وفق المادة 29 من الإعلان الدستوري، عدد المتخصصين الدستوريين في هذه اللجنة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، من أقل كمان من خمسة. دي هتسبب لنا مشاكل كبيرة في مشروع الدستور المقترح، ليس في باب السلطة القضائية فقط ولكن في جميع أبواب هذا الدستور. ده اللي خلتني أقول يمكن في أحد مقالاتي أن الدستور الجاي ده هيبقى دستور مؤقت، ليس دستور خالص، لأن من الواضح أن الذي تسير عليه لجنة الخمسين سيدخل الشعب المصري في متاهات كثيرة خلال المستقبل الجديد، لا سيما وأن لم يصدر حتى الآن أي مقترح نهائي من هذه اللجنة. كل ما يصدر مقترحات يقول لك ده هذا التصويت نهائي وبعدين تصويت جزئي وبدأ يوم إلى ذلك، والكل يتحدث عن الشعب المصري، هذا الشعب الذي يتاجر به في وسائل الإعلام. كل حد عايز يضيف نص يقول لك أنا بضيف نص عشان خاطر مصلحة الشعب المصري. حينما قالوا إلغاء مجلس الشورى، إلغاء مجلس الشورى عشان خاطر صالح الشعب المصري. في اليوم الثاني يعني خرج المتحدث الرسمي عن اللجنة وقال ده تصويت مبدئي، وجود مجلس الشورى قد يكون هناك أمل للشعب المصري في وجود غرفة ثانية للبرلمان. كل نصوص الدستور، الكل يتاجر بهذا الشعب الجميل الذي قاوم ثورتين مع بعض خلال أقل من عامين ونصف. فكرة أن أنا عايز أضيف أي نص عشان خاطر مستقبل الشعب المصري هي فكرة لا تتجاوز يعني
مش هقول لك متر من الثوره، هي المفروض كان احنا عايزين امال تفرش على فدادين زي ما بيقولوا. اعتقد ان وجودنا النهارده بيحاول يوضح شيء، سواء محمد بيه او انا. اتمنى ان الصراع الموجود او الذي ادخل فيه القضاء ينتهي، لان انا اعتقد ان هذا هذه المأساة، معلش في التعبير يعني، مراد بيها تغميض العيون عن اشياء اخرى في باب السلطة القضائية برضو، لا تتعلق بمجلس الدولة ولا تتعلق بالنيابة الإدارية، ولكن تتعلق بنصوص تانية جوه نفس باب الدستور، وكمان بنصوص اخرى في مشروع الدستور نفسه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا برحب باخي سياده المستشار عمرو جمعه، وبرحب باخي وصديقي الاستاذ عاطف، ويسعدني ان في هذا اللقاء انا اوضح نقاط سريعه. انه القضاء امانه، ويوم القيامه خزي وندامه، ومن طلب شيء اكل اليه، ومن طلب الى شيء اعانه الله عليه. والمنظومه القضائيه في مصر وما يحدث الان هو صراع كما سبق ان وصفته، محاربه لطواحين الهواء، لان مصر الهدف من ثوره 25 يناير كان القضاء على الفساد. فمن اجل القضاء على الفساد لابد ان نعمل جميعا بنيه خالصه وصادقه لوجه الله تعالى للقضاء على الفساد، ولن يقضى على الفساد إلا بقضاء نافذ، لأن القضاء بلا نفاذ لا قيمة له. ومشكلة مصر أن الأحكام لا تنفذ فيها، أحكام محاسبة المفسدين، فالإفساد أو الإفساد والمفسدين يرتعون في الجهاز الإداري للدولة ويفعلون ما يشاءون. الجهاز الوحيد الذي يمكن له أن يقضي على الفساد اللي موجود في الجهاز الإداري للدولة هو النيابة الإدارية، إذا مكنت من ذلك. النيابة الإدارية منذ إنشائها 54 وقد قبلت يديها ومنعت بفعل المشرع وبفعل فاعل من أن تستطيع أن تقضي على الفساد. كيف تطالب من جهاز قضائي وهيئة قضائية أن تقضي على الفساد وهي مكبلة اليدين؟ أما الصراع الوهمي حول القضاء التأديبي فأنا بعتبره صراع وهمي، لأن المنظومة أو النظام القضائي التأديبي له شطرين، محكمة ونيابة. فالمحاكم التأديبية والنيابة الإدارية شطري النظام التأديبي في مصر، ولا قيام لأحدهما بدون الآخر. المحاكم التأديبية في مجلس الدولة أو في أي جهة أخرى أو في أي مكان آخر أو جهة مستقلة لا قيام لها بدون النيابة، والنيابة لا قيمة لعملها بدون المحاكم التأديبية. فكيف نحارب بعضنا بعض ونحن في منظومة واحدة وفي مركب واحد لمحاربة الفساد؟ دي وجهة نظري حول الصراع القائم أو الدائر حاليا، وأنا بعتبره صراع وهمي لا قيمة له في حقيقة الأمر.